إذن عدنا. حديث القاهرة والعلانة من الأمور التي يجب أن تكون واضحة ويعني مشرقة أيضا، أن ثمة رغبة في إحياء المسرح المدرسي مرة أخرى. يعود المسرح المدرسي، هذا حدث غاية في الأهمية وفي الضرورة، وبناء وعي المواطن، بناء وعي الشاب، بناء وعي الطالب والتلميذ يبدأ من اللحظة الكبرى، أن احنا نفهم معاه ونفهمه أن المسرح يبني العقل ويبني الوعي. الأسبوع الماضي أطلق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي المتحدة للخدمات الإعلامية. إذن هو حدث دعنا نناقش تفاصيله وأفقه وطموحه معنا أيضا. خليني أرحب بضيفتنا الكبيرة الكاتبة الصحفية مدير التعليم والإعلام المصور أستاذة إيمان رسلان، أهلا بك يا فندم، منورانا. لا ده نورك. وعلى الجانب الآخر أيضا الدكتور أبو الحسن سلام أستاذ علوم المسرح بجامعة الإسكندرية، أهلا بك يا دكتور منورنا. أهلا بسعادتك، أهلا. خليني أبدأ بك أستاذة إيمان، أنت تلقيت المبادرة دي إزاي؟ أنت رحت حضرت كمان حفل التدشين. إحياء المسرح المدرسي ما الذي مثله بالنسبة لك بالنسبة لسياسة وزارة التعليم مؤخرا؟ أنا كنت سعيدة للغاية الحقيقة إن وجود مسرح يعني بداية إن في مواهب تطلع، يبقى في ثقافة، الولاد يبقوا عارفين كلمة مسرح بادئ ذي بدء يعني. ثانيا أنا زمان طلعت في دور عروسة المولد، فكنت سعيدة قوي إن عندك أنا حنين. إذا كان الحنين بالحنين يذكر بقى أستاذة إيمان، فأنا خدت جائزة أحسن ممثل في مدارس المنوفية في ابتدائي. والله أيام برضو كان في مسرح مدرسي. أيام ما كان في مسرح مدرسي. فإحنا الحقيقة عشنا برضو جيلنا عاش المسرح المدرسي. فكنت سعيدة الحقيقة بمبادرة الوزارة، وده مجهود لازم من الأول نشكرهم عليه المبادرة. بعدين عملوا المسرحية، الأول اتقدم، اختاروا مجموعة موهوبين حوالي 2500، اختاروا منهم 7 بس. 2500؟ أنا برضو توقفت عند الرقم يعني، حتى لو الباقي مش موهوبين طب خليهم يقفوا كده يقولوا كلمة أي حاجة يعني يعملوا بس. هو يمكن ده الحفل الافتتاحي يعني، انما هم عملوا العرض 2500 المفروض يمثلوا في مدارسهم يعني. انا رايي ان دي الخطوه الثانيه. المسرح طبعا في الاوبرا شيء يعني يفرح، حتى بس كنت انا اكثر فرحا لو اتعمل في السعيديه، لو اتعمل في السنيه يعني، لو اتعمل في الخدويه، لو اتعمل في مدرسه فعلا، ويتعمل مسرح مدرسي ويبقى الولاد كمان ليهم البطوله اكتر. حقيقة يعني لانه انا بقيت عايزه اشوف الولاد نفسهم هم اللي ليهم المساحه الاكبر، بدل ما انا امارس عليهم سلطه كبار. ندي الاطار العام ونحط لهم ونرسم لهم. بس ده كل ده في الاطار الاحتفالي، انما في المسارح المدارس المفروض انه كمان عندنا تجارب سابقه، مخرجين محترفين كبار كانوا هم اللي بيعملوا فرق المسرحيه ومخرجين المسرح في المدرسة. خلينا نروح للدكتور أبو الحسن سلام واسأله عن فكرة المسرح المدرسي نفسها يا دكتور. يعني فكرة المسرح المدرسي وهي قديمة قدم التعليم فيما أظن، أليس كذلك؟ أنا نسأل مساء الخير. أنا الحقيقة برضو يعني أعبر عن شديد السعادة بالتفكير، مجرد التفكير في المسرح المدرسي وإعادة بعثه من جديد. المسرح المدرسي في مصر بدأ مع الأستاذ العظيم الأديب يحيى حقي عندما كان مديرا لمصلحة الفنون التي هي بعد ذلك أصبحت أكاديمية الفنون وأصبحت مؤسسات وزارة الثقافة الفنية. وأذكر أنه في الإسكندرية كان هناك أول 2 موجهي مسرح مدرسي من خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، الدكتور كمال عيد رحمه الله، والمخرج القدير الاستاذ حسن عبد السلام رحمه الله. يا سلام. الاثنين كانوا موجهي مسرح مدرسي في الاسكندريه. الاسكندريه ايضا بعدهما جاء اسماعيل عزمي رحمه الله، وثم عثمان محمد علي
أطال الله عمره الفنان القدير طبعا. وبعد ذلك امتدت النشاطات المسرحية المدرسية سنويا في كل مراحل التعليم، وكانت كل مرحلة تعليمية بدءا من الابتدائية فالإعدادية في الثانوية يقدم مدارسها، تتبارى مدارسها وفق كل مرحلة في تقديم عشرات النصوص المسرحية. لكن كان هناك عدد من طبعا الإشكالات، لكن مع وجود هذه الإشكالات اللي هي تتمثل في الغالب في عدم تخصص القائمين على مسألة التوجيه المسرحي، إن هم الصغار الذين يتسربون من تخصصاتهم التعليمية اللي يقفزوا مباشرة إلى المسرح المدرسي. بس يا دكتور حسن، كان في مخرجين محترفين بيزوروا المدارس وبيقيموا فيها فترة وبيعملوا معهم مسرحيات، ولعلنا عندنا نجوم كتير قوي من نجوم الستينيات بدأوا على مسرح المدرسي وبدأوا في مسارح الجامعة، وده كان على ايد مخرجين محترفين كبار يعني. ده صحيح صحيح، ده كان هذا طبعا في الستينيات واستمر غالبا طوال السبعينيات. انا كان الحقيقة شرفت فترة في الثمانينيات، في بداية الثمانينيات، بالتحكيم في المسرح المدرسي في الإسكندرية في مراحله المختلفة. وكان يقدم عروض في الحقيقة شديدة التميز لطلاب، يقدمونها طلاب ويشرف عليها بعض الهواة المسرح من المدرسين الذين تسربوا من التعليم النظامي. لكن كان أيضا فيه موجه عام مهم جدا، جه فترة أذكر إنه بالصدفة جاء في أثناء وجودي في يعني ليلة من ليل التحكيم، يعني اتفقت معه إنه يعني ليه ما بتاخدوش من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وخريجي قسم المسرح، وهو يعني أول قسم في الجامعات العربية في الإسكندرية، فقال لي هات لي. ففي الحقيقة تفضل وتكرم وعين نحو 12 موجه مسرحي من خريج قسم المسرح، أظن بعضهم من المذيعة إيمان سليم. أظن ده آخر دفعة تعينت دي أساسا، وزارة التعليم اليوم ما بتعينش أصلا لا مسرح ولا كيمياء ولا رياضة. لكن خليني أروح للأستاذة، هرجع لك ثاني يا دكتور. مثلا ليبيا فيها مادة لتعليم المسرح، مادة مسرح تبدأ مع المراحل الابتدائية. وفي الإمارات الآن في الإمارات الآن خدوا عدد كبير من خريجي المعهد العالي في المسرحية وأقسام المسرح بمدرسي مسرح في المراحل الابتدائية والمراحل. طيب السؤال هنا هرجع لك يا دكتور أبو الحسن حالا، مثلا الأستاذة إيمان، هل إحنا مؤهلين بقى مبانينا التعليمية لفكرة وجود مسرح وبروفات وخشبة مسرح، ولا إحنا ما الفترة اللي فاتت دي كلها مع تجاهل المسرح المدرسي بل والنشاط المدرسي برمته افتقدنا قاعة الموسيقى، حصة الموسيقى اتلغت، كمان قاعة الموسيقى اتلغت، الحوش حتى كان بيتبني عليه فصول، هل إحنا مهيئين ومؤهلين لده؟ لا، يعني طبقا للإحصائيات الرسمية بتاعة الوزارة إحنا نرغب في النشاط. العدد مدارس مصر ما بيتبنيش فيها حاليا في الفترة الحالية مسرح مدرسي بالمعنى الكلاسيكي، إنما بيتبني مدرج يصلح زي قاعة محاضرات ممكن تستخدم تبقى قاعة متعددة الأغراض. المسارح القديمة حضرتك هتلاقي عددها، تعالوا نشوف القايمة يا جماعة، حتى دكتور أبو الحسن يتابع معانا عدد المسارح المدرسية في على مستوى الجمهورية، وهنلاقي هنا أرقام غرائبية للغاية. القاهرة هو إيه فرق بين متميز وعادي يا أستاذ إيمان؟ متميز ده اللي هو المسرح المعد اللي هو بكواليسه بخشبة المسرح بساوند يعني مسرح مدرسي. إنما العادي، لا العادي اللي هو بقول لحضرتك المدرج اللي يبقى متعدد الاغراض. عندنا في القاهره في مدارس القاهره كلها، طبعا بنتكلم عن المدارس الحكوميه التي بناتها الدوله يعني، متميز 8 مسارح بس
وعشرين عادي، الجيزة فيها واحد مسرح واحد بس وثمانية وستين عادي، الأليوبية ما فيهاش أصلا مسرح، المنوفية ما فيهاش أصلا مسرح، فيها بقى اللقاعات العادية اللي بتكلم عنها أستاذة إيمان، الغربية فيها ثلاثة، كفر الشيخ فيها واحد، اسكندرية يا دكتور أبو الحسن أنت معانا في مسرح واحد، مطروح صفر، الدقلية 24، وعندي بقى في العادي حاجة غرائبية في الدقلية 261. ليه الدقلية؟ وبعد كده كمان هشوف في الشرقية عدد مهم جدا، دمياط ما فيهاش مسرح، في قاعات، بورسعيد فيها ثلاث مسارح، الإسماعيلية فيها ثلاثة. تعالوا نشوف اللي بعد كده يا فندم، السويس فيها أربعة، الشرقية فيها سبع مسارح لكن فيها 329 قاعة. برضو اشمعنى الشرقية؟ هو خير وكل حاجة يعني، بس ده ليه؟ شمال سيناء ما فيهاش مسرح، الوادي الجديد مسرح واحد، كان مسرح مدرسي، الفيوم ثلاثة، بني سويف واحد، المنيا واحد، أسيوط 13، وده حاجة رائعة جدا، دي أكتر من القاهرة شخصيا. السؤال بقى، هنعمل مسرح مدرسي في أسيوط؟ فاكرة أنت طبعا أستاذ عادل إمام لما هاجموا المسرحية كانت في كودية الإسلام سنة 86 الجامعات الإسلامية، وراح الأستاذ عادل إمام عمل مسرحيته في موقف بطولي وعظيم وانتصار للفن وللحرية. سوهاج فيه ست مسارح، قنا فيها مسرح واحد، الأقصر ما فيهاش، أسوان فيها واحد. إذن بنتكلم على مسرح حقيقي بإمكانيات وتأهيلات، 81 مسرح مدرسي في مصر كلها. لكن الحقيقة حضرتك بتقولي لي رقم أقل من كده بكتير لما تملكه وزارة الثقافة أصلا بالمسارح. طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتاع 22 يوجد 40 مسرح، قالوا ل 39، كانوا 40 في 21، قالوا ل 39 الغربية ما فيهاش مسرح. فعلا محافظة الغربية وسط الدلتا اللي طلعت أعلام للمسرح. أنا مش فاهم فعلا يعني إزاي بنتكلم على قوة ناعمة وبنتكلم على إنه مصر فيها 39 قاعة مسرح في كل مصر طولها وعرضها. ما تبناش مسارح بالمعنى، واغلقت مسارح، واغلقت مسارح طبعا وتهدت مسارح. ده يبدو هنا ان قاعات ال 83 بتوع المسرح المدرسي دول نعمه كبيره، ده نلحق نعمل عليها يعني مسرحيات. تعرف حضرتك في تاريخ المسرح، مسرح في مصر عموما يعني ابتدى على المسارح دي من سنة 1870 اللي هي المدارس بتاعت المدارس الإسلامية والخيرية والمسيحية وكده. حتى عبد الله النديم قام بدور يعتبر مؤسس مسرح المدرسي في اسكندرية، عمل كتير كتير. دكتور زكي طليمات طبعا. بس اللطيف بقى في كل ده انه إدارة المسرح المدرسي ما حصلتش الا بقرار وزاري سنة 71، مع ان زكي طليمات هو اللي أسس المسرح المدرسي في 36. انها بتحاول الى اداره تاسيسيه يعني، ده موجود اللي هي فيها الموجهين بقى دول اللي بيعملوا مسابقات بشكل رسمي وكل حاجه. هو الامر محتاج نظره اخرى تماما للثقافه والتعليم. بس لعل احياء فكره المسرح المدرسي بدايه لها، يعني احنا بنتكلم ازاي طيب يبقى في فرق مسرحيه في ازاي نعملها يا دكتور ابو الحسن؟ ازاي نرجع الفرق المسرحيه في مدارسنا؟ ازاي حتى نقدر اسكندريه بكل اللي فيها يعني من 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 مسارح مدرسيه 8 فقط، لكن نقدر في اسكندريه كل المدارس على الاقل تروح تعرض في الثمانيه دول، ازاي نعمل ده في اسكندريه؟ اسكندريه فيها مسرح واحد وفيها 19 قاعه. في الحقيقه المساله متعلقه بفلسفه الاداره. يعني عندما يعني ما هياش لها مش مؤسساتية المسألة، مفيش تأسيس حقيقي يعني منهجي، إنما المسألة متعلقة بالمسؤول عن الوزارة والتعليم في المحافظة نفسها. فإذا كان هو من الذين لديهم ذائقة ولديهم ثقافة منفتحة على الفنون وعلى الأداب، بيتيح لهذا النشاط يستمر وينشر. لكن في الغالب الذين يأتون لشغل وظائف، أو يأتون غالبا من كليات، يعني عندنا من كليات يعني الزراعة. حضرتك بتقولي انه الشغف، انت محتاج الشغف المسؤول، انما احنا محتاجين السياسة اللي ينفذها مسؤولون
بصرف النظر عن شغفهم تبقى وظيفتهم. لو شغف اهلا وسهلا، يبقى راجل محب للمسرح فوق راسنا، انما المفروض انه احنا نلزم بهذه الخطه بصرف النظر عن حماس الشخص من عدمه. طبعا، لانه المساله كلها متعلقه ب حضرتك يعني ننظر لها بشكل اوسع. المسرح المدرسي والتعليم جزء من كل، فاذا كان الكل يعني ليست لديه يعني خطه صعود كيرف صاعد قومي، ينهض بكل اشياء، كل اشياء مرتبطه بعضها بعضا، ما فيش حاجه. التعليم مش منفصل لا عن الاقتصاد ولا عن الحياه الاجتماعيه ولا عن السياسه ولا فاذا الموضوع عندما نرى احنا بنشوف انه التعليم ربما مش في اولويات. لما بنشوف دلوقتي المسرح جوه التعليم وكأنه بادرة ومبادرة، ده شيء كويس لعلنا نلمسه وندعمه ونطوره ويعني ونستفيد منه على أقصى طاقة ممكنة. خصوصا أتصور أستاذ إيمان إن إحنا وإحنا بنحارب التطرف الديني والتسلف وبنحارب الجمود الفكري، المسرح لاعب رئيسي في الوعي ولاعب رئيسي في إنه يشكل وجدان ولادنا. يعني لسه أحد المسؤولين في التعليميين بيتشكى انه في مدرسة الولاد ما بيسلموش على مديرة التعليم على اساس انها ست عيال في ابتدائي، وانه ما ينفعش يصافحوا الستات. ما هو ده بقى يا استاذ ابراهيم اللي احنا بنقوله، مضمون التعليم، مضمون ايه اللي هيدرس. عايز اقول لحضرتك ايه اللي هيتمثل، اللي هيدرس ويتمثل. عايز اقول لك انا شخصيا بقترح حاجه اسمها مسرح الفصل. احنا عندنا ازمه، وازمه خانقه اصلا في المباني التعليميه، بدليل ان عندنا فتره تانية تتجاوزت 20%، والولاد بيروحوا من 8 ل 11 بس اليوم الدراسي، وانت قللت السنه الدراسيه كمان عدد الايام. طيب ما هو كمان الطالب والمدرس وولي الامر كله المنظومه عايزين اديهم بس براح، مط الدنيا. نعملها ازاي؟ نمطها ازاي في الواقع؟ نعمل حاجة اسمها مسرح الفصل. مسرح الفصل ده يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا في نشيد او اغنية في المنهج او بره المنهج، يطلع مجموعة تعمله. صحيح، عندهم انا درس. عملته انا عملت النشيد هو كده بالظبط. وعملنا مسرحية تحت راية الاسلام، كانت مقررة علينا في سنة رابعة، مثلناها. أنا في تجربة الحقيقة عايزة أشير ليها في الشروق، في مدرسة أشرف الأزاز، لأن مديرة المدرسة بتاعة فن وتربية فنية وفنون جميلة، فهي حولت هذا المكان الحقيقة لأنه يعمل مواهب. فتعمل إيه مثلا؟ عندهم درس عن الحيوانات، فخلت الولاد والزراعة، يبقى كل واحد بيقوم بالدور، أنت فلاح، أنت كذا، أنت كذا. هي فكرة ان انا اخرج من اطار حتى المسرح الكبير ده، يبقى مرحلة تانية ويتعمل له مسابقات او يبقى برضو مرحلة موازية. يبقى بنعمل مسرحات كلاسيكية وحديثة وتاريخية، وبنعمل مسرحة المهم اعمل اي حاجة المناهج. يعني عايز اسأل دكتور ابو الحسن على مسرحة المناهج التعليمية. يا دكتور، هل احنا قصاد خبرة وتجربة سابقة فيما يخص مسرحة المناهج التعليمية، كيف نشرح مناهجنا التعليمية مسرحا وتمثيلا؟ نعم، كانت هذه في الفترة السابقة يعني في الثمانينات والتسعينيات كان في فعلا مسرحة المناهج، وكنت أشوف عدد من العروض المسرحية يقدم فيها درس للعلوم. مثلا إزاي يصنع رغيف الخبز، إزاي عشان يشرح بقى الجهاز الهضمي، فبيبدأ من الفلاح لما يزرع القمح وكل المراحل التالية بعد ذلك للطحين ولخبيزه إلى أن يدخل الجسم. وهو طبعا المقصود به أنه هو عملية الغذاء نفسها كيف تمر، لكن شوف بيبدأ من بداية الزراعة. أيضا هناك في المنهجة بتاعة التاريخ، تاريخ سواء تاريخ القيم والاشراقات التاريخيه في عالمنا او في ثقافتنا وفي تاريخنا. ده كان في الحقيقه يقدم يعني مجال العلوم ومجال التاريخ وايضا مجال الاجتماع.
تقدم كثير من القيم يعني التي تمت بالفعل ترتفع. مسرحة المناهج التعليمية تمت بالفعل، وأتصور كمان أنه كان في القطاع العام في مصر بيعمل لنا في مسرح الطفل بيعمل المسرحيات المقررة على الطلبة في أنا رحته بنفسي في 95 كان في مسرح الطفل والدكتور حسين حية قال لنا عليها، وكانت الفنانة عزة بلبع والأستاذ سمير حسني هم اللي قايمين بالبطولة اسمها الأرانب. حتى أنا خدت ابني معي فالحقيقة كانت لطيفة جدا، أولا فيها قيم فيها علم. بس هي كانت مسرحية، هي كانت مسرحية مقررة على الطلبة لا مسرح الطفل تبع وزارة الثقافة ده بس كانت مفاهيم من المنهج وفي ولاد صغيرين. بس أنا أقصد أنه في القصص المدرسية اللي كانت مقررة في المدرسة كانت بتتعمل مسارح وبتتقدم بشكل تمثيلي، بس تقدم الصبح بقى يعني أنا اعتراضي كمان أنه ما ينفعش أقدم مسرح أو حتى تجربة الساعة 8 أو 9 بالليل يعني برضو أنا رأيي، ويعتبر ده يوم للنشاط أو أنا رأيي يوم للعلم إن إحنا نعيد تاني المسارح اللي إحنا شفنا عددها دي يبقى في أمر تكليف إنه يعملوا مسرحيات. بس هتقابلهم مشكلة بقى هي الأهم والأعمق، الميزانية. الميزانية ودي لو قلت لحضرتك عليها يعني هنقول حاجات كتيرة قوي، بس أنا حابة إن أنا أقولها لأنه موازنة حضرتك ولي أمر بتروح تدفع المصاريف أول السنة في قرار وزاري منظم من زمان فاكتشفت إنه قرار الوزاري 10% فقط لمجمل النشاط الطلابي من موسيقى لرسم لرياضة لمسرح لكل الأنشطة 10%. بس ده مش قليل لو جمعتي من هقول لحضرتك بقى يا ريتوا بقى كمان بياخدوه المدرسة لا ده هو بيتورط في حاجة اسمها الحساب الموحد وانت حضرتك كمدرس أو ناظر مدرسة تروح تاخده سلف دي برضو احنا من الحاجات اللي حصلت في السنوات الأخيرة ولابد ترجع لأنها يعني أنا رأينا دمرت ما بقي من أنشطة المدرسة. نمرة 2 20% من موازنة من مصاريف اللي هي مبلغ قليل بتروح لتطوير التعليم وبعدين تطوير التكنولوجي وبعدين 40% لديوان عام الوزارة والإدارات التعليمية و10% احتياطي استراتيجي. بتتكلم عن ميزانية وزارة التعليم ولا بتتكلم عن المصاريف؟ ما لا يعني انا بدفع مصاريف 100 جنيه ايوه بتتقسم 100 جنيه بتتقسم ده ورقيا انما يعني في الاخر بتخش في حساب موحد. لا ما بص حضرتك انت بتروح تدفع دلوقتي في حساب حاجه اسمها حساب موحد. الحساب الموحد ده بيرجع يتقسم بعد ما لمينا من الطلبه مثلا 300 جنيه و500 جنيه لو جمعت كل دول بيرجعوا بقى يتقسموا في البنود اللي انا قلت لحضرتك عليها 40% ديوان عام الوزاره والادارات و10% يعني القطاع الاداري الخدمي ده بياخد 40% من الموازنه والاحتياطي 50% يعني تلاقي ان موازنه التعليم نفسها اللي هعمل بيها بقى نشاط وحاجات ضيع منها كتير جدا طيب وبتاخد سلف فتلاقي بقى وقفت بكام طالب بجنيه حسبناها بجنيه وجنيه ونص واتنين جنيه في السنه التعليم الفني بقى كمان ما فيهوش اصلا يعني جنيه ونص للنشاط المدرسي او 2 جنيه واساسا نصيب المواطن المصري من وزاره الثقافه 8 جنيه فيعني احنا قصاد حاله صعبه. بال حضرتك الكتب وانت بتتكلم يعني ايه اللي يمنع كان في المناهج الجديده انه يحطوا نصوص قابله للتمثيل في المسرح الفصل او في الحاجات العامه الكبيره واعمل مسابقات. دلوقتي الوزاره بتفكر فعلا ترجع مسابقات بس المسابقات دي ما انت لازم تعدل كمان القرار الوزاري بتاع الصرف ان يذهب المخصصات اللي بيدفعها المواطن المصري لبنود. طيب بس هنا انا عندي شريك هنا قطاع خاص وعندي هنا برضو مفتوح الى وزاره الثقافه يعني مش مجرد ميزانيه من وزاره التعليم بس اظن انه يمكن الشراكه دي تصنع شيء مختلف وتدفع للامام. تعرف في يوم من الايام يا استاذ اقول لك يا استاذ ابراهيم كان انا عشان كاتبه قدامي صلاح منصور الممثل العبقري عدلي كساب سيد عدلي كاسب العظيم ابو لمعه محمد احمد المصري وكل هذا التاريخ كان ماسك المسرح المدرسي انت كمان ما عندكش كوادر لان كليات الفنون عدد اللي فيها قد كده وبتوع المسرح صحيح بس خريجين فنون ايضا يبحثون عن وظيفه وثم ان دي مش بس وظيفه دي وظيفه ورساله. خليني اشكر
دكتور أبو الحسن سلام. أشكرك شكرا عميقا يا أستاذ دكتور أبو الحسن كاتبتنا الكبيرة الأستاذة إمارة سلام. عودة المسرح المدرسي أمر جلل غاية في الأهمية، دورنا بس أنه يصبح تصبح هذه العودة عودة حقيقية كاملة شاملة ناجحة، لأنه دي بداية من بدايات استعادة وعي ووجدان التلميذ والطالب المصري، ونحن في أمس الحاجة إلى أن يعود هذا الوعي الآن وليس غدا، ونحارب بيه التطرف والناس تسلم على بعضها والبنت تغني الصغننة إن شاء الله أي حاجة يعني يعملوا نشاط البهجة يعني. يلا بعد الفصل نلتقي بإذن الله.